اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وثلاثاء ان شاء الله عظيم. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه. وثلاثاء ثلاثه ارقام ماشيه مرتبطه ببعض. لا صح 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 كده. لا معاك وسعداء بفوز الاهلي في مباراه الطايره الاخيره. بالتاكيد فريق الطايره الفريق الاسطوري، الفريق اللي بسمات وشخصيه النادي الاهلي، تعرض لهزيمه في الدوري ولكن أراد أن يعوض الهزيمة بثلاثية نظيفة، وكأن رقم ثلاثة هو رقم مميز في فريق كرة القدم وفريق الطائرة. فارس مرتبط رقم ثلاثة معانا في حاجات كتير جدا بالعظمة، مرتبط بالعظمة أكيد، ونجاحات النادي الأهلي دايما، ولكن فكرة ثلاث أشواط نادي الأهلي زي ما أنت قلت كان عنده إخفاق قدر يعوضه. وعايز أقف عند أحمد صلاح 11 نقطة في المباراة، ورايموند الروح اللي كان فيها، انا محترف والله بجد، اول مره اشوف محترف عنده الروح دي. لا رياكشناته في طول المباراه، تعامله مع المباراه نفسها بغض النظر انه فنان تاني اعلى لاعب تسجيلا للنقاط تسعه، ولكن كمان انا عجبني الروح ده، عجبني نوعيه المحترفين دول. ويمكن كنت قلقان من المحترف الكندي بتاع الزمالك، اتقال ان هو لاعب قوي الزمالك كان بيضغط عشان يسجله، اهدانا على طريق محمود علاء نقطه الفوز. صح صح. طبعا مبروك لفريق النادي الاهلي لكره الطايره، الاحتفال طبعا بالفوز اعاد للنادي الاهلي لو فاز على المباراه المؤجله على نادي الترسانه هيتصدر الجدول كما عودنا فريق النادي الاهلي للكره الطائره. طبعا فريق اسطوري، فريق بروح النادي الاهلي، فريق يعني يعي جيدا فكره ان هو في الساحه واقف لوحده. تحيه للماسترز، تحيه للاعبي النادي الاهلي، لفريق الطايره. الحقيقه مش بس محترف الطايره، محترف السله ايضا، كان له موقف اتكلمنا عنه قبل كده كتير اللي هو ستوجلن. انت كده معلقه معاك محترفين الزمالك. ستوجلن موضوع محترفي الزمالك كمان. ستوجلن كان لعيب كويس بالتاكيد وكان محترف كويس، وفعلا يعني انا بشوف دايما اللعيبه الاجانب في الالعاب الفرديه في الالعاب الجماعيه بعيد عن كره القدم، العاب الصالات بيفرقوا قوي يا اسامه. يعني لاعب المحترف لو هو مستواه عالي بيفرق مع الفريق بشكل كبير اكتر من كرة القدم. بالتاكيد لاعب واحد ممكن يفرق بشكل كبير جدا. نروح بقى اللي طبعا في غياب النادي الاهلي عن المباريات الرسميه، لان منتخب مصر ان شاء الله كل الدعم لمنتخب اليكس يونج مصر. بس عشان خاطر ناكد، لان اليكس يونج لازم يذكر. ما هو انتماء حاجه اهلاويه قوي. انا لقيتك مركز مع محترفين الزمالك والاسيست فسبتك مركز، قلت موضوع محمود علاء رد السد. انا بديت تطور. فطبعا نروح بقى نسيب السله والطايره ونروح لمنتخب مصر. طبعا كل الدعم لمنتخب مصر القومي، عندنا مباراه مهمه مع فريق كينيا ثم مباراه مع جزر القمر، محتاجين يا اما نتعادل مع كينيا يا اما نفوز على جزر القمر عشان الصعود اول وتاني. وطبعا كالعاده بيحصل مع كل قائمه منتخب بيحصل بعض الانتقادات، لكن حابين نوضح ان قائمه منتخب مصر فيها 8 لاعبين من النادي الاهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وعمرو السليه، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه، ومحمد شريف، وحتى من المعارين فارس احمد ياسر ريان. وعندنا بقى بقيه القائمه من خارج النادي الاهلي: محمد بسام، جنش، عامر، عمر جابر، عبد الله جمعه، احمد حجازي، والونش، وعلي جبر، وايمن منصور، ونني، طارق حامد، صلاح، تريزيجيه، فاروق، اختيار غريب، زيزو، اسلام عيسى، فتحي، ومصطفى محمد، وحسام حسن. قائمه شهدت بعض علامات الاستفهام في ضم بعض اللاعبين، ولكن نتمنى التوفيق للمنتخب. مش عايزين ندخل في حاله الجدل دي، منتخب عنده مباراة مهمة إن شاء الله بإذن الله حسامها هتفرق معاه كتير جدا في صدارة المجموعة، فمش عايزين نروح لحتى الجدل. لا أنا عايز أروح لنقطة واحدة بس عشان أأكد عليها، هي فكرة ما هي المعايير التي كان يضغط بها الإعلام لانضمام عصام الحضري وهو في سن ال 44 لمنتخب مصر؟ هل لأنه كان حارس دولي سابق وبالتالي يتم انضمامه للمنتخب في 2017؟ محمد عبد المنصف ينطبق عليه هذا الشرط. محمد عبد المنصف عنده أيضا 44 سنة وأيضا هو حارس دولي سابق فيقدر ينضم. هل المعيار في الاختيار كان المستوى اللي بيقدمه مع عصام الحضري وهو عنده 44 سنة؟ أعتقد محمد عبد المنصف مقدم السنة دي موسم مهم جدا، موسم رسالة لحراس المرمى، دايس على نفسه بشكل كبير جدا ومقدم موسم فني كويس. هل المعيار أن عصام الحضري
كان وهو عنده 44 سنه في 2017 كان بيلعب في وادي دجله، اعتقد محمد عبد المنصف ينطبق عليه الشرط ده. طيب هنا نسال السؤال، ليه بقى مفيش حد بيتكلم عن فكره عدم اختيار محمد عبد المنصف واحقيه محمد عبد المنصف بالانضمام؟ احنا هنا في قناه النادي الاهلي بنتكلم عن لاعب سابق في نادي الزمالك وهو محمد عبد المنصف. ليه بنتكلم؟ لان محمد عبد المنصف بيقدم نموذج طيب جدا للعيب، بيشتغل على نفسه بشكل مهم جدا، واحنا بندعم اي نموذج ايجابي في الكره المصريه وفي الرياضه المصريه. الحقيقه شرط واحد فقط لا غير الذي لم ينطبق على محمد عبد المنصف من اجل الضغط على المدير الفني او من اجل المطالبه بانضمامه للمنتخب المصري. الشرط ده ان محمد عبد المنصف ما كانش لاعب في النادي الاهلي وساب الفريق في نص الموسم مسافر ورجع لانديه اخرى وكان على خلافات مع مجالس ادارات متعاقبه للنادي الاهلي. نتمنى من كل لاعب بيجتهد يلاقي مكانه في المنتخب القومي. معاك، وعجبني بقى رزانه محمد عبد المنصف في التصريحات، يعني الخبره كمان ما بتبقاش جوه الملعب. انا اتفاجئت، يعني كان تصريحاته فيها نوع من العقلانيه، وحلو فكره ان الناس بتتمنى التوفيق، وان كان ظهرت موضه عند البعض الاخر في فكره احنا ليه مش موجودين، لدرجه ان البعض كان حاسس ان اي حد لعب للمنتخب المصريه عايز يبقى موجود. تقريبا كل الناس كانت عايزه تبقى في المنتخب. وعايز اسالك سؤال، فضل. انت حاسس مين من الاهلي كان ممكن يبقى في المنتخب وما اتخدش؟ يعني ده واخد 8 من النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي لو ممثل بقائمته كامله فهو يقدر يمثل منتخب المصري بشكل كبير. لكن انا عندي بس مين اللاعب اللي انت حاسس انه كان قريب او كنت تتمنى؟ لا، هو كان قريب لو كان موجود في الملعب. اللي هو كهربا. يعني انت شايف كهربا لو كان موجود في الملعب، لو كان موجود في الملعب وكان ما عملش المشاكل دي كان ممكن يتواجد بشكل كبير. بس الحقيقه انت كده هتجرني برضو ان انا اتكلم عن الاختيار، لان كهربا وقت ما كان مش موجود في نادي او موجود في نادي وما بيشاركش جاء وسجل الهدف الاول، لكن كالعاده يعني مش عايزين نروح لسكه اللعيبه بتاعه النادي الاهلي اللي ما بتدخلش المنتخب، ومن المنتخب القومي للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي بقى يعني دار فيه كلام كتير جدا. طبعا برضو لو استعرضنا قائمه المنتخب الاولمبي هنلاقي النادي الاهلي برضو له اليد العليا، 5 لاعبين من النادي الاهلي برضو في المنتخب الاولمبي: مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، وكمان يا فارس من المعارين 5 لاعبين عشان يقدم النادي الاهلي 10 لاعبين للمنتخب الاولمبي و9 لاعبين للمنتخب القومي، يعني 19 لاعب. يعني كان فاضل علي معلول وديانج وأشيه. عشان كده انا كنت عايز اقول لك ان النادي الاهلي تقريبا ممثل في المنتخبين، ودي حاجه بتسعدنا، ودي حاجه تبين لك كواليتي اللاعب اللي بقى في النادي الاهلي عامل ازاي، وان النادي الاهلي عنده سكواد قوي. انا بشوف ان احنا حاليا في مرحله مختلفه تماما عن مرحله كنا فيها من 3 سنين او في الفتره اللي خسرنا فيها من الوداد وبعدين الترجي. لا فعلا النادي الاهلي بقى عنده فريق قوي جدا، حتى المحترفين الاجانب. انا زعلت جدا ان بدر بنون ما اتخدش في المنتخب المغربي، وشفت تفاعل حاله كبيره جدا من كتير جدا من المغاربه وخصوصا عشاق الرجاء، يعني عندهم رغبه كبيره جدا، وفي مقارنات ان مش لازم اللاعب يكون بينشط في اوروبا زي ما هم بيقولوا عشان خاطر يختار للمنتخب. ولكن عايز اقف بقى في المنتخب الاولمبي في حاجه، نرجع بقى للمنتخب الاولمبي، عايز اقف في حاجه. انا بس عايز قبل ما تقف في المنتخب الاولمبي عايز اقول ان طول ما النادي الاهلي بخير منتخب مصر بيكون بخير. قاعده تاريخيه. على مدار التاريخ النادي الاهلي متفوق رياضيا محليا افريقيا، بتلاقي منتخب مصر على طول في تفوق على الساحه الافريقيه. النادي الاهلي لو في بعض الهزات او في مشكله على مدار التاريخ، منتخب مصر بيكون في مشكله على مدار التاريخ. فطول ما الاهلي بخير منتخب مصر بخير، فكلنا نتمنى النادي الاهلي دايما يكون بخير من اجل منتخب مصر. اكيد يا احمد. ونرجع بقى للمنتخب الاولمبي، في 2 لعيبه. طب. من اللاعبين المعارين محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر الناس اديته حقه قوي واتكلمت عليه، ويمكن اللقطه بتاعه الهدف اللي جابه وكان فيها مهاره فرديه خلت الناس كلها تتكلم عليه، ولكن عايز اقف عند محمد عبد المنعم. كواليتي لاعب اتمنى فعلا ياخد باله من نفسه، لانه هيكون لاعب كبير جدا لو ركز. بيعمل كل حاجه بيطلبها مركزه، وده اللي انا بحسه. وكمان عنده شخصيه، اللاعبين اللي تقدر تراهن عليهم وتشوف ان عندهم الشخصيه بدري كده، فاتمنى يركز، لان فعلا اللاعب ده انا متنبئ ان هو يبقى لاعب كويس جدا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. طيب في المنتخب الاولمبي
حصلت أزمة، والحقيقة هي أزمة على طريقة تصفية الحسابات. الكابتن أحمد شوبير طبعا تتفق أو تختلف مع بعض الأراء اللي بتصدر منه، ولكن في النهاية الكابتن أحمد شوبير هو رائد الإعلام الرياضي الحديث في مصر بلا جدال، هو رقم واحد ورقم اتنين بعيد عنه بشكل كبير جدا، وده واضح، وأي كلام غير ده فإحنا هنبخس الراجل حقه. بعض الإعلاميين بيكون على خلاف مع الكابتن أحمد شوبير لأسباب متعلقة إن الكابتن أحمد شوبير مش بيجيبه ضيف عنده في البرنامج، أو أسباب أخرى أو خلافات أخرى، أو حابب يدخل صراع مع الكابتن أحمد شوبير فالصراع ده يلقى عليه الضوء فيكون ضيف في برامج رياضية أخرى. وأنا بقول لكم وبتحدى هذا الإعلامي سيكون قريبا جدا في برنامج أحد مقدمي البرامج اللي دايما يا إما على خلاف مع النادي الأهلي يا إما على خلاف مع الكابتن أحمد شوبير. أعتقد قضية الكابتن أحمد شوبير هو عنده القدرة تماما خوض هذه المعركة إن أراد، وإن كنت أظن أنه لن يدخل هذه المعركة. لكن يتاخد في الحسابات مصطفى شوبير ابن النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي ومستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي بصفته حارس ثالث موجود في النادي الأهلي، احنا مش بنحكم هنا فكرة مستوى مصطفى شوبير إلا لما نشوفه. كل الآراء بتقول إن هو مستقبل حارس واحد، لكن في النهاية ده لاعب في النادي الأهلي، وهنا لن نسمح بفكرة تصفية الحسابات على حساب لاعب في النادي الأهلي أيا كان مين الشخص اللي بيتناول مصطفى شوبير. فمش هنتكلم عن الموضوع ده فارس، احنا هنتكلم مصطفى شوبير والكابتن شوقي غريب، وتم اختيار مصطفى شوبير ضمن القائمة. خرج هذا الإعلامي ينتقد بشكل حاد جدا مصطفى شوبير، وكأن مصر كلها والقائمة المنتخب الأولمبي والمنتخب القومي ما فيش فيها غير اختيار مصطفى شوبير. بص أحمد، يعني تصنيفك كإعلامي أنت أحيانا بتحب تبقى ذوق مع البعض يعني لازم. ولكن البعض بيكون صغير مش على مستوى حاجة، على مستوى الفكر والتركيز مع لاعب بالشكل ده، ده بيقلل منك ومش بيقلل من لاعب، اللاعب مستواه يقيمه. وانا هنا عايز اقول حاجه عشان نبقى حتى متصقين مع نفسنا، شأن زملكاوي خالص، شفنا كلام ان كابتن نادر السيد كان وكيل اشيمبونج، اشيمبونج رجع قال التسويه اللي حصلت من خلال كابتن نادر السيد انا غير مسؤول عنها، لقينا بعد كده ابن كابتن نادر السيد بيقايد في الفريق، خرج بعض الجمهور اتكلم عن اللاعب وليه تأيد في الوقت ده. والله يا أسامة كتبت نصا، اللاعب نحكم عليه بمستواه بالظبط. اتنتقد او قول وجهة نظرك في موضوع في معطيات وفي اخبار، حق اي حد قايم اعلاميا، وفي قضية لاعب واخدها مش شأننا خالص، ولكن اتكلمت في حتة مستوى اللاعب، قايم لما اللاعب يلعب بالزبط. لما اللاعب يلعب تقدر تحكم عليه. وفكرة ابناء اللاعبين الموضوع بيتاخد، دي مشكلة بتبقى عبء عليهم مرتبط بشخصيتك انت لو تقدر تتغلب عليه، فعشان كده بشوف ان دي مسؤولية اكبر على اللاعب. الجمهور والاعلام مش هيساعدك، انت اللي محتاج تساعد نفسك. لا، الجمهور ساعد وفارس بالفعل، وده بقى اللي انا عايز اقوله بالظبط. انت بقى اللاعب اصلا لسه ملعبش، عشان كده ده الوضع المختلف، دي الحالة اللي خلت الجمهور يحس لا الموضوع تربص، وليه تربص ده اللي انت هتوريه لنا بالظبط. الفكرة كلها ان هذا الاعلامي يعني حاول يتصيد المعركة مع كابتن شوبير في مصطفى شوبير، فكان جمهور النادي الاهلي بصراحة عمل هاشتاج دعم كبير جدا لمصطفى شوبير، لان احنا هنا قلنا ده لاعب ابن النادي، ابن من ابناء النادي الاهلي، ووجب على جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي ان هو يدافع عنه، خاصة لما يكون الامر في تعنت. ادي عمرو سعد مثلا على تويتر كتب: مصطفى ابن الاهلي حاليا مش ابن شوبير، مصطفى لاعب الاهلي كلنا وراه، كل الدعم الى اي فرد في المنظومه، كلنا معاك يا مصطفى، مصطفى شوبير الجمهور وراك. دي طبعا تويته او بتعبر عن الاتجاه السائد في التويته دي او الهاشتاج ده لمصطفى شوبير. عندنا بقى اكتر واحد يقدر يرد على اختيار مصطفى شوبير هو مين؟ هو المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي الكابتن شوقي غريب، عشان يحسم الجدل تماما حول اختيار مصطفى شوبير. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. الناس بتتكلم بتقول هو ليه انا خدت خمس سجوان؟ طب هو دي اول معسكر اخد فيه خمس سجوان؟ عشان الناس تقول لي ليه انا خدت خمس سجوان؟ ما هو مش اول معسكر. طيب ما انا خدت محمد صبحي قبل كده وما كانش بيشارك خالص، وقلت له لازم تمشي من نادي الزمالك، لازم تروح نادي تاني عشان تلعب. ولو تفتكر لعبت ماتش كوريا في الاجنده اللي فاتت وهو ما بيشاركش خالص في اي مباراه نهائي، ما بيشاركش في اي مباراه نهائيه خالص.
ولما لعبت محمد صبحي الحارس الاول في بطوله افريقيا اعتمدت على ان محمد صبحي كان هو الحارس الاول رقم واحد في بتروجيت واللي لعب الدوري كله مع بتروجيت واشترك معايا يمكن في الاعداد كله في ثلاث مباريات فقط صح. لكن كانت لنا رؤيه للمشاركه فلما يبقى عندي خمس اجوان اختار منهم ثلاثه يبقى عندي اثنين يعني الاثنين دول في حاله بقى لما بنيجي نعمل تحليل الكورونا من ممكن تطلع حد عنده كورونا طبعا اعمل ايه؟ لا قدر الله لا قدر الله يعني انا بجيب لعيب من بيته وبعدين انا لما نيجي اسالين حد بيتسال يقول انا واخد خمس اجوان عشان اختار منهم ثلاثه طب ليه ما حدش بيسالني انت واخد اربعه باك رايت عشان اخد منهم واحد صح ولا واخد اربعه باك ليفت عشان اخد منهم واحد صحيح ولا واخد سته في قلب الدفاع عشان اخد منهم اثنين او ثلاثه صح او واخد خمسه راس حربه عشان هلعب واحد ويبقى مع واحد احتياطي والثلاثه مش هيسافروا صحيح حدش بيسال اللي بيسال بص اللي بيسال بيسال ليه هدف للسؤال موجه السؤال لاتجاه معين هو بيساله عليه لكن ما حدش يعني خلينا نكون في عادلين في كل شيء الحمد لله احنا كجهاز كلنا اقسمنا بكتاب الله ان احنا نبقى نعمل بالعدل بين الكل اعتقد رد شافي تماما على فكره مصطفى شوبير خمس حراس هختار منهم ثلاثه لازم يكون عندي بدائل ولازم يكون عندي احتياطي محمد صبحي لاعب وهو لم يشارك في اي مباراه فدي وجهه نظر فنيه والكابتن شوقي غريب كان واضح جدا قال لك اللي بيتساءل عن خمس الحراس مرمى وتجاهل المدافعين ورؤوس الحربه والباك الشمال ده بيتساءل لهدف معين والهدف زي ما احنا قلنا هو دخول معركه مع الكابتن احمد شوبير والد مصطفى شوبير واحنا مش هنسمح بالكلام ده ولا هنتدخل للكلام ده ودعمنا دايما هيكون لكل لاعب يرتدي تيشيرت النادي الاهلي لكن عندنا برضو فارس رساله تانية او شهاده تانية من اعلامي لا ينتمي للنادي الاهلي اعلامي لا ينتمي للنادي الاهلي وانا بشوفه اتكلم في الحته دي كويس قوي واتكلم من منطق لاعب الكره واتكلم من المبدا العام ان انت ما ينفعش تتجنى على لاعب لتصفيه حسابات نشوف كابتن احمد حسام ميدو قال ايه ونرجع نعقب طبعا القائمه بتضم مصطفى شوبير كحارس خامس خلينا ان في ناس كتير وقفت عند الموضوع ده وناس بتقول ان ازاي ان كابتن شوقي يضم خمس حراس يا جماعه ده معسكر ما فيهوش ماتشات والراجل ممكن يكون عايز يشوف كل الناس كابتن شوقي عايز يشوف كل الناس مصطفى كان بينضم قبل كده مع الفريق انا عارف ان هو ما بيشاركش لكن هتلاقوا ان في لعيبه برده تانية موجوده في قائمه المنتخب الاولمبي ممكن تكون ما بتشاركش بشكل اساسي لكن المدرب بيبقى بيختار ناس وعايز يشوف الناس كلها ممكن لا قدر الله اي وقت اي حد من الاجوان بتوعه يقعوا يبقى هو جاب الراجل ما تربطوش الموضوع يا جماعه بالنبي والنبي بموضوع يعني ما حدش صفي حسابات مع شوبير مع احمد شوبير مع كابتن شوبير في ابنه لان صدقوني يعني حرام ان انتوا تظلموا الاولاد دي حرام فرق ما بين وعلى فكره الموضوع مش على شوبير بس ولا على مصطفى شوبير بس ولا على اي حد دايما اولاد النجوم واولاد الناس اللعيبه اللي كانت بتلعب بيدفعوا فواتير اهلهم ليه مش عارف حرام دي اولاد صغيره لسه طالعه كلام واضح ومهم في نقطتين الاولى عن تصفيه الحسابات اللي اتكلمنا فيها والجزء الفني حابب ابدا برضو فيه في نقطه معينه الحارس الثالث في النادي الاهلي يا جماعه النادي الاهلي ده اكبر نادي في افريقيا المستوى بتاع حارس النادي الاهلي الثالث ما ينفعش اقول اصل انت حارس ثالث في النادي الاهلي فده معناه ان انت مش حارس كفء التقييم ده سطحي جدا عايز اسال سؤال اي حارس من الحراس الاخرين المختارين للمنتخب الاولمبي باستثناء كابتن مصطفى شوبير لو اتقال له يا اسامه تعالى النادي الاهلي وهتبقى حارس ثالث هيروح طب ما هيصدق الاهم يا فارس ما كابتن احمد شوبير نفسه والد مصطفى شوبير كان حارس ثالث وكان بيحرس منتخب مصر بطل عشان كده فكره ان انت تستنى على اللاعب انت عندك شمايكل الابن والاب مالدين الابن والاب فورلان الابن والاب ولاعبين كتير جدا لا احنا نستنى نشوف مصطفى شوبير وزي ما بنتكلم كابتن شوقي غريب اتكلم على حارس مرمى قبل كده خده وشارك وهو بيلعبش عندنا احمد عيد
لاعب الزمالك متاخد وكل اللي لعبه 158 دقيقه. اذا اللاعب متاخد عشان انا عارف مستواه وشخصيه الحارس اللي جوه النادي الاهلي، الخبرات التراكميه اللي بيكسبها. اه طبعا اللعب بيفرق، وعايز اشوفه عن قرب كمان بالظبط، ودي فرصه. ومتاخد حارس من ضمن 5 حراس، اتمنى يكون عندنا مزيد من العقل اذا اراد البعض العقل، لان اللي عايز يفهم الموضوع بسيط، اللي مش عايز يفهم نحاول نفهمه. اه واللي عايز يتخانق يتخانق بعيد عن ولادنا. بالظبط. طبعا مش هننسى نشكر الكابتن احمد حسام ميدو اللي استعنا برايه، وده بيدل على سياسه البرنامج هنا، اننا مش بنختلف مع الاشخاص ولكن بنختلف مع الاراء. قد تتفق ارائنا مع بعض الاراء فبنستعين بيها، وقد تختلف الاراء فطبعا بنجيب هنا في الاهلي خط احمر وبنرد، فالموضوع مش خلاف مع اشخاص اطلاقا. نروح لحاجه ثانيه، حاجه مهمه، حاجه جميله. جميل جدا لما يكون رئيس النادي الاهلي هو لاعب كره اسطوري. الكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم في مصر، طبعا بيوصل رسالة مهمة جدا للأندية الجماهيرية. لما يكون لاعب كرة مهم فهو بالتأكيد بيقدر جدا فكرة الأندية الجماهيرية وجماهير الأندية دي، ودي ما كانتش أول مرة، لكن كانت المفاجأة أن الكلام ده بيدور في الكواليس ومش بيكشفه الكابتن محمود الخطيب عشان يقول أنا بعمل أو بسوي، دايما بيكشفه ناس بتنتمي للأندية الجماهيرية دي، ودي رسالة مهمة جدا حبينا نلقي عليها الضوء من خلال الأهلي خط أحمر. نشوف نجم نادي الاتحاد السكندري كابتن طلعت يوسف صاحب هدف الفوز الشهير اللي ضيع علينا كاس مصر، وهو بيتكلم عن مكالمة جمعت بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، ونرجع معه. كابتن محمود، يعني في كل المواقف بتزيد قيمته، يعني عندي انا على المستوى الشخصي واكيد بتزيد قيمته على المستوى الرياضي بشكل عام. يعني هو مش محتاج ان انا مني ان انا يعني اوصفه، لكن هو فعلا كان في مكالمه تجاهي قبل ما اعتذر عن الاستمرار جوه نادي الاتحاد، وكان بيحسني بشكل، هو اللي يعني اتصل بحضرتك. كان بيحسني بشكل انا يعني في مشاعر جميله تجاه النادي، تجاه نادي الاتحاد، نعم، وتجاه طلعت كزميل ملعب طبعا. يعني ثانيا تجاه النادي، لان انا عارف ان هو بيقدر جماهيريه نادي الاتحاد طبعا. يعني فهو كان شايف من وجهه نظره انه استمراري هو الافضل وانه الاحسن للنادي، خصوصا انه في الموسم التالي سيكون هناك نوع من التنقيه للاختيارات بتاعه الموسم الاول. انت بتبني فرقه، انا قلت الكلام ده، وبناء فرقه بياخد من 2 لـ3 صحيح. فهو كان ماشي معايا في نفس الخط، ولدرجه ان هو يعني وعد انه هيدعمني في الموسم التالي باللعيبه، وانه هيقف تاني، مش هيدعم طلعت، هو هيدعم نادي الاتحاد السكندري من خلال طلعت يوسف. فطبعا يعني موقف انا شكرته عليه جدا جدا وعلى تقديره لشخصي، ولكن هو في النهايه مش غريب على الكابتن محمود الخطيب المواقف اللي من النوعيه دي الحقيقه. خلونا نتوقف عند نقطة مهمة جدا، إن الكابتن محمود الخطيب هو اللي بادر بالاتصال، والكابتن طلعت يوسف طبعا يشكر جدا على التوضيح ده، وقال كمان إن هو كان دعم للاتحاد السكندري أولا ثم لزميل ملاعب. الكابتن محمود الخطيب بيرهق جدا المسؤولين في الأندية الشعبية والأندية الجماهيرية، لأن بيقدم نماذج بتتعب جدا أي حد يقدم النموذج ده. شفنا لقطة مهمة جدا في مباراة كرة اليد سيدات بين الأهلي والزمالك، وإزاي الكابتن محمود الخطيب كان نازل يتعامل بمنتهى الروح الرياضية، بمنتهى الرقي، بمنتهى الجمال مع لاعبات كرة اليد الفريق نادي الزمالك. أعتقد يا فارس رسالة مهمة جدا هنستعين بها بعد كده لما تيجي الناس تتكلم عن فكره طبعا. الانديه الشعبيه والنادي الاهلي. لا احنا لازم نربطها دلوقتي يا اسامه، لان مفيش حاجه اعظم في الدنيا من انك تكون صاحب رساله. وكابتن محمود الخطيب صاحب رساله، صاحب رساله متسق فيها مع ذاته. شوف كلامه فيما يخص ملف النادي الاسماعيلي ومحاولته دعم النادي الاسماعيلي، وتشوف ازاي في نادي الاتحاد بيعمل ايه من غير ما حد يعرف. واجمل شيء في كابتن محمود الخطيب ان 90% من الحاجات اللي الواحد قدر يقولها عنه او حبها في كابتن محمود الخطيب ما كانش هو اللي قالها عن نفسه. تحكي عنه. خالص ما بيقولش عن نفسه، يعني ما فيش مره قال انا عملت، ما فيش مره قال انا، اخر حاجه كلمه الانا. كابتن محمود الخطيب بيدي رساله شخصيا احنا بنتعلم منها، شخصيا نتمنى ان احنا نحذو حذو ونكون نقدر ان احنا فعلا يكون عندنا رساله زي ما بنتعلم من رمز اسمه كابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحه ونفضل نتعلم منه كمان. ولكن كابتن محمود الخطيب ك
كمان ليه موقف غير اللي حكاه كابتن طلعت يوسف في مئوية الاتحاد السكندري. تحول لفعلا عاشق لجمهور اسكندرية والاتحاد السكندري، وملامح الحب اللي ظهرت عليه في الاحتفالية ولقطات عفوية جدا، قلما تشوف حد في مناصب كابتن محمود الخطيب بيتعامل بالعفوية اللي هنشوفها دي. نروح ونشوف الفيديو لكابتن محمود الخطيب في مأوية الاتحاد السكندري. أخلاق الجميلة، وأيضا في روعة الأداء، وادي شحتة، وادي بيبو، وادي التانية، وادي الكعب. يا جمالك يا بيبو، يا جمالك يا بيبو، والله بيبو لعبت معاه مرة خماسي، لقيته بينطق غطى الإزازة، غطى الإزازة ما رحمهاش، فتح الإزازة ونطقها. كل الجماهير بتنادي على بيبو، ويا ما بيبو متع الجماهير، يا ما بيبو صال وجال في الملاعب، يا ما بيبو لما كانوا بيقولوا ايه هتغير من بدري ولا ايه، لما كانوا يقولوا بيبي هيلعب كانت الخزنه بتاعت الاهلي تتفتح وتتملي. واه بقى لو بيبو كان مصاب ولا حاجه، البس الطايه الاسكندراني يا بيبو. ببساطه كابتن محمود الخطيب، ببساطه بمعنى كلمه ببساطه، البسيط في تعامله مع الناس والعظيم جدا في اخلاقه. ربنا يدي كابتن محمود الخطيب الصحة للمرة التانية ونفضل نتعلم منه. أكيد، وعشان كده هو اسمه الكابتن محبوب الخطيب، فبالتالي هو حاسس كويس جدا بالأندية الشعبية وبيدعم الأندية الشعبية وزملائه كمان السابقين حتى لو كانوا في الفرق الأخرى. كل التحية طبعا للكابتن محمود الخطيب. ومن أسطورة ومن رمز كبير جدا الكابتن محمود الخطيب، نروح بقى لصراعات فكرة كرة القدم. والبعض زي ما استعرضنا في البداية بنتكلم عن منتخب مصر والمنتخب الأولمبي و19 لاعب من القائمة في المنتخبين، البعض ما زال شايف أن النادي الأهلي عنده قائمة لاعبين أقل من أندية أخرى، ولكن ده بيتقال فقط لا غير على الورق وأمام الشاشات. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نحكي. يعني أنت بتتكلم على فريق بيضم الأفضل لعيبة في مصر على الإطلاق، ده وجهة نظري، وزنت متمسك بالزمالك بيضم أفضل أحسن بالأهلي طبعا. الاهلي يتفوق الا في مركزين بس، يعني الشناوي، وحتى يعني مش مؤثره جدا ان ابو جبل قريب، لكن ومعلول غير كده كل المراكز. ابو جبل احتياطي، ابو جبل مش بيلعب، جنش اللي بيلعب اساسي. لا دي قصه ثانيه هنتكلم فيها بعدين، لكن ومعلول غير كده لما تيجي نتكلم في كل المراكز هتلاقي الزمالك يتفوق يعني. الزمالك بشكل هجومي من نص الملعب للهجوم ده ما فيش مقارنه اصلا. لسه في ناس بتيجي بالباك جراوند او بالخلفيه اللي كانت بتعمل من خلالها وبانتماءاتها وبميولها، وبتبعد عن كل ما هو منطقي، وبتحاول التقليل من شأن فريق هو البطل في افريقيا، هو الثالث على العالم، بتحاول تقلل من قيمه فارس لاعبين اثبتوا بالفعل ان هم الافضل محليا وافريقيا وحتى على المستوى العالمي، خدوا برونزيه كاس العالم للانديه. ولسه بعض الناس ورغم الازمات شايفين ان النادي الاهلي لا يحتوي على قائمة لاعبين هم الأقوى. ده ربع ثقته يا رب، ربع ثقته هو بيقول ما فيش مقارنة. أنا نفسي ربع ثقته دي بس في الحياة، شيء صعب جدا. يعني إيه معاييرك؟ الموضوع يا جماعة مش إن أنا أطلع قدام شاشة وأضرب أي كلام. القصة لو إحنا بناخد بمعايير فنية، إيه الفريق ده محقق الثلاثية؟ لو بناخد بقيمة تسويقية، لو هتقول لي القيمة التسويقية أعلى، أنا بتكلم عن اللعيب دول الفاليو بتاعهم أعلى بس ما حققوش نتائج، تمام. هنا في مشكله في تحقيق النتائج، بس حتى لو شفنا ترانسفير ماركت هنلاقي النادي الاهلي كقيمه سوقيه اعلى. فالموضوع بقى فكره ايه؟ فكره حاجه نسبيه، اصل اللعيب ده رقص ترقيصتين فهو اعلى عشان اقول لا مقارنه. انا بقى ببقى سعيد بالراي ده، الراي ده مش هياثر على النادي الاهلي حاجه. الراي ده بيتغير، الراي ده ما هو الراي ده بيتغير بس هياثر على فريقه لسبب. ده اللي بيخلي اللاعبين تطلب ارقام مش على قد مستواهم ولا نتائجهم، ده اللي بيخلي اللاعبين يكونوا حاسين ان هم محققين، راضيين ان هم محققين نتائج، ويدخلوا المباريات يخسروا بثلاثيه. ولكن في حد قال اللي احنا بنقوله ده، ان نتاج السياسه دي جه في الفيديو اللي هنشوفه، نسمع عمرو الدرديري قال ايه. انا شايف ان احنا كنا بنضحك على نفسنا فترة طويلة، معلش أنا آسف يعني. قعدنا نقول لعبة الزمالك كواليتي مختلف، لعبة الزمالك مش عارف كويسين، لعبة الزمالك مش عارف إيه، لعبة الزمالك خذلونا في مواقف كتير جدا، لعبة الزمالك الحقيقة يعني عشان الواحد ما يعني يبقى كلامه واقعي، لعبة الزمالك ما ظهروش بالشكل اللي المفروض يظهروا عليه، لعبة الأهلي أقل منهم في مستوى في حاجات كتير يعني، لو وزنت الكفتين هتلاقي كفة الزمالك أعلى، ومع هذا لعبة الأهلي كسبوا بطولات
ولا تقول لي معاهم مدرب او مش معاهم مدرب او عندهم مشاكل او مش عندهم مشاكل. لعيبة رجالة كسبوا عملوا نتائج بيروح يكسب بره ارضه. انت لاعب في ارضك مش عارف تكسب وتقول لي كواليتي احسن. انا اسف جدا لا في كواليتي احسن والكلام المقولات دي اللي انا كنت بقول انا بعتذر عنها خلاص. مفيش حاجه اسمها كواليتي احسن، في حاجه اسمها نتائج. ما بتعملش نتائج لا مؤاخذه يعني لا تقول لي كواليتي ولا انا لعيب كبير ولا اخد فلوس اكتر. لا تاخد فلوس اقل، عقودهم تبقى اقل من كده بكتير، كله يتربط بالنتائج لان الكره نتائج في النهايه. انا مش هتحاسب على لاعب كبير اصل لاعب منتخبات اصل كواليتي عالي. انا مش عايز الكلام ده، الكلام ده خلاص ما بقاش ياكل عيش. الكلام ده ما بقاش ياكل عيش. اعتقد ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. يعني يمكن البعض يحاول يتدارك السياسه دي، وان لم يتداركها فبشوف ان النادي الاهلي مستفيد منها. لا انت ايه ده، ده كان يوم السبت، عندنا حاجه تانية يوم الاثنين. استاذ عمرو الدرديري في لحظات الصراحه النادره جدا قال انا بعتذر عن كل اللي انا قلته يوم السبت او يوم الجمعه او يوم الخميس اي يوم في الاسبوع، لكن يوم الاثنين الوضع مختلف تماما. نسمع الاستاذ عمرو الدرديري وهو بيتراجع عن اعتذاره وبيشوف برضه غير اللي شايفه في قناه نادي الزمالك. احنا بنقول النهارده النادي الاهلي يمتلك افضل حارس مرمى في مصر، حضرتك تختلف؟ اه طبعا. جنش حارس مرمى الزمالك، قال محمد الشناوي حارس مرمى مصر. جنش مش كابتن سيف. حضرتك قلت لي المنافسه، حضرتك قلت لي المنافسه ثلاث اربع مرات ما بين الشناوي وابو جبل. صحيح. صح؟ صحيح. ابو جبل دلوقتي مش موجود. صحيح. هتبقى المنافسه مع مين؟ يا فندم برضو ارجع تاني. انا شايف ان الجهاز الفني للمنتخب مصر تعامل بالقطعه، لان هو خد جنش اللي لعب ماتشين وساب ابو جبل اللي لعب سنه. الأستاذ عمرو الدرديري يوم الاثنين له رأي مختلف تماما، وهنا السؤال اللي المفترض نطرحه، حضرتك مين في دول اللي شايف ان لعيبة النادي الأهلي هم الأعلى وبلا كواليتي بلا الكلام اللي أنا بقوله وبعتذر، ولا اللي بيرجع تاني يقول ان لعيبة الزمالك هم الأعلى؟ ده سؤال بقى الأستاذ عمرو الدرديري يرد عليه، اللي أنا الحقيقة بقيت أعذره تماما في اللي بيطلع منه من تصريحات يوم الاثنين، لأنه واضح إن تصريحات يوم الاثنين بتوصله لدرجات أعلى. وفي حتة ما ينفعش تفوتنا، وبشوف إن الإصرار على الرأي الخطأ بيوصلك ليها. هو قال أبو جبل أفضل، وكان بيقول وفقا للامعايير. لما راح جنش اتخذ المنتخب وهو رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، بينتقد اختيار جنش اللاعب اللي هو من نادي الزمالك والمفروض يدعمه، وبيقول إن الاختيار كان بالقطعة. يعني وصلت إن أنت بتنتقد اللاعب في الاختيار وبتقول إن هو مش من حقه عشان خاطر مش قادر تتراجع عن رأيك القديم. حاجة صعبة قوي، يعني حاجة صعبة قوي، بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة. ونطلع للفاصل ونرجع عشان لسه معانا حلقة ساخنة جدا. اهلا بيكم ورجعنا لكم وفقره ريمونتادا. ولما نقول ريمونتادا يعني تسيب كل اللي وراك واللي قدامك وتسيب الموبايل وتنتبه، عشان زي ما اتكلمنا قبل الفاصل عن الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه والاسطوره الكابتن محمود الخطيب، رجعنا لكم نتكلم عن البعض بقى اللي بيحاول يلعب في المنطقه دي ويحاول دايما ياجج تمام صراعات بقى وفتن ومشاكل بين انديه جماهيريه. احنا قلنا مش هنسمح بالكلام ده، النادي الاهلي كبير الانديه المصريه بيحافظ دايما على علاقاته مع جميع الانديه وتحديدا الانديه الشعبيه، حتى وان رفض البعض زي وكيل اللاعبين محمد شيحه اللي طلع في تصريح غريب جدا بيحاول فيه يقلل من قيمه النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم بيلعب في المنطقه الجماهيريه بين جماهير الاهلي والاسماعيلي. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا جدا. يعني دايما المشكله اللي بتواجهني مع الناس في الاسماعيليه ان كانت تواجهني بعض المشاكل، يا كابتن انت ما جبتش محمد فاروق ليه؟ طب محمد فاروق ب 10 مليون هجيبه منين؟ ادفع من جيب انا؟ بس في الاخر بقى وانت بتتكلم، كل احترام نادي بيراميدز، اخر حاجه انا بفكر فيها الفلوس، لان الروح دايما هي اللي بتكسبك. انا المفروض اعلق ولا اسكت؟ قول لي ايه، قول لي. يعني انت مثلا ايهاب جلال بيديك هنا 10 جنيه وانا هخليك تشتغل في قناه اقل من دي مستوى، اقل من قناه تن 10 مستويات، وهديك مليون جنيه في الحلقه، هتعمل ايه؟ يا سلام. شفت؟ بروح انا يعني؟ شفت؟ بروح انا؟ بروح انا؟ انا روح في تن. لا لا كل الكلام ده راح. لا بس انا بكلمك بقى، خد بقى. بص انا بكلمك، انت صعبان عليا، انت صعبان عليا انت وكل الاهلاوي. اسمع بس، قول لي بقى يا سلام. اقول لك ليه؟ عشان انتوا كنتوا بتدخلوا تعملوا اللي بيراميدز بيعمله،
فربنا عامل ايه بقى؟ ما هي الدنيا ايه؟ داين تو داين، دايره وبتلف. وبعدين فيروح عامل ايه؟ داخل واخد وماشي. خد بس انا بصراحه لا انكر ان انا فرحان فيكم. اسالك سؤال. انا لا انكر، شفت الصراحه ماشي، بس انت صاحبي وحبيبي برضه، خدت اللي انت عايزه. اه احنا برضه اللي بنكسب. انا مفيش كلام، بس كده. ما هو انتوا في عوامل اخرى. لا او الجمهور يعني كوره، الجمهور احنا على الهوا، كوره الجمهور كبير. الجمهور طبعا. روح الفانيلا طبعا، والملائكه راضيين عليك. ده الملائكه. بص هقول حاجه، اتفضل. هل العوامل الاخرى تقول لك انك تكسب فيتا كلوب في فيتا كلوب 3-0؟ لا لا لا، النادي الاهلي عنده فرقه كويسه جدا، بس فرقه النادي الزمالك ككره احسن من فرقه النادي الاهلي، لكن عناصر التنظيم وعنصر اداره النادي الاهلي واداره الكوره سيد عبد الحفيظ والكلام ده قافل على اللعيبه بشكل كويس جدا، فده النتيجه اللي بتظهر قدام الناس ان فرقه النادي الاهلي متماسكه. بالإضافة أن المدرب، أنا مختلف مع كل الناس، أنا شايف أنه مدرب كويس جدا، ومعه سامي قمصان واحد من أفضل المدربين اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي، فقافلين على نفسهم بشكل كويس بالزبط. وده اللي بيفقده المؤسسي، الشغل المؤسسي موجود. بص حضرتك، ده اللي بيفقده بيراميدز. تحس أن هم مشاع، تحس أن هم محترقين. هل وجود ميدو دلوقتي ممكن يغير؟ لا. من حق كل شخص يحدد هو ممكن يتجه أي اتجاه وإيه اللي بيخليه ياخد قرارات. في البعض فكرة المادة هي رقم واحد، فبالتالي لما تزيد المادة بيروح للاتجاه ده، حقه تماما. وفي ناس تانية عندها حاجات أسمى بكتير، ربما تكون سخرية البعض، زي ما خلاص الموضوع ده بقى قديم، مفيش روح أو الكلام ده والعوامل الأخرى. وأنا فرحان فيكم، وأنتم وجماهير النادي الأهلي صعبانين عليك. يا رب دايما نكون أبطال أفريقيا، ويا رب دايما نكون متسيدين الكرة محليا، عشان نصعب عليك اكتر واكتر. لكن فكره ان النادي الاهلي بيعمل زي اي نادي تاني اخر، اعتقد انت مش واخد بالك ومش متابع ان النادي الاهلي بيعمل وضع مختلف تماما. النادي الاهلي بيحافظ على لاعبيه، بيحافظ على قيمه ماليه معينه، بيحافظ على سقف للاعبيه مهما كانت قيمتهم، بيمنح لاعبيه ساعه واحده فقط. اما اختيارك للنادي الاهلي بالروح والانتماء والحاجات اللي ملهاش قيمة عند محمد شيحة، وإما اختيارك للمادة، فاللي بيختار المادة هو بالتأكيد بيندم بشكل كبير جدا إن هو فرط في جماهيرية النادي الأهلي، ووجوده داخل كيان هو الأعظم في أفريقيا. أما بالنسبة للعوامل الأخرى فأنا أخدها بهزار، وإنت أكيد بتقصد عوامل زي مثلا لما نروح فيتا كلوب في عز الحر فالجو يمطر، ناخد الموضوع ده بهزار، لان صعب جدا ناخد الموضوع ده بجد، لان عوامل النجاح في النادي الاهلي انت ذكرتها في الجزء الاخر من الفيديو، من اداره، من مدير كره بيعرف بجد يقفل على لاعبيه ومعاه المفتاح، مش بيقفل وبيدي المفتاح للاعبين، من كمان مدير فني بيتم اختياره بعنايه وبيعمل وبيؤدي عمله بشكل دقيق وبيحقق نتائج، من قائمه لاعبين حتى لو انت شايف ان في قائمه لاعبين افضل منها، اعتقد هم بيردوا في الملعب. اعتقد يا فارس كان رد محتاجين اننا نوضحه بشكل دقيق. بشكل دقيق، هو بيفكر بالشكل اللي هو عليه، هو بيفكر بالعوامل اللي بتحسم قراراته، وهي ان فريق دخل بيدفع اموال اكتر، فاذا النادي الاهلي تراجع. عايز اقول لك حاجه، هو عملها فكرة التفكير المغلق اللي ما بيأديش لحاجة خالص. ايه هو التفكير المغلق؟ دايرة مفرغة حطها لك، نادي اكتر منك بيشتري، حلتها زي ما انت قلت يا اسامة، لسه باخد بطولات، راح حطها لك في عوامل اخرى. بس روحنا مباراة فيتا، بنلعب خارج ارض، ملعب ترتان، حكم كان عندك سابقة سيئة معاه وبتكسب، اذا الملايكة. فدايرة مفرغة من لا شيء، في حقيقي دايرة مفرغة من لا شيء، اللا تفكير. ولكن البعض يحتاج أن يتحدث عن النادي الأهلي بشكل لائق، ودي رسالة مهمة. ما ينفعش تتكلم عن النادي الأهلي بشكل لا يليق أبدا، خصوصا لما نشوف الفيديو اللي جاي فنعرف الخلفية الذهنية اللي أنتجت هذا الرأي العجيب. نطلع ونشوف الفيديو. جمهور الاسماعيليه الى حد كبير ما بيحبش النادي الاهلي. جمهور الاسماعيليه ما بيحبش النادي الاهلي؟ الى حد كبير يعني. ده من زمان ولا الموضوع ده عشان الاهلي اخذ لعيبه كتير من الاسماعيلي؟ من زمان، من ايام الحرب والحاجات اللي، والله احنا بنسمع، ما شفتش لكن بنسمع. يعني حتى الاسباب اللي عنده هو مش عارف فين المشكله، وفكره شيوع اللفظ بتاعت
جمهور الاسماعيلي ما بيحبش النادي الاهلي. النوعية دي من الالفاظ والتصريحات هي اللي عملت مشاكل وهي اللي وصلت لكده، خصوصا لو مبنية على برضو الولا شيء، لان موضوع التهجير ردينا فيه ازاي النادي الاهلي لما ده حصل ما تأخرش على النادي الاسماعيلي حتى بعد ما مشي من استضافة نادي الزمالك ليه ومباراة الاهلي الزمالك والاسماعيلي والترسانة في الدار الصيفية اتلعبت على ملعب النادي الاهلي بعد ما ساب نادي الزمالك. ومش احنا اللي هنرد، الافضل ان حد فاهم اللي البعض قاله وهو مش فاهم هو يرد. خلينا نروح للفيصل في الامر برغم ان احنا اتكلمنا، ولكن انعدت معدنا وعندنا رموز اتمنى من الاستاذ محمد شيحة يتعلم جيدا من رموز النادي الاسماعيلي. نطلع نشوف فيديو الكابتن اسامه خليل احد رموز النادي الاسماعيلي ونرجع نعقب. فعلا علشان ما تردد ان النادي الاهلي رفض استقبال الاسماعيلي في فتره من الفترات لما حصل تهجير وما كانش فيه، وان نادي الزمالك هو اللي استقبل الاسماعيلي او استقبل تدريبات نادي الاسماعيلي في التوقيت دوت. ايه القصه يا كابتن اسامه؟ القصة سهلة جدا يا إسلام. يعني طبعا الكلام ده ان رفض استقبال الإسماعيلي كله كلام مش مظبوط، مش مظبوط حقيقة، كلام يعني حقيقة مرسل، وفي نفس الوقت الكلام تردده الجماهير، وانا شايف ان بدون اي سند. اعتقد يا فارس رد زي ده رد الكابتن أسامة خليل بخلفيات كتيرة جدا، مش بس هو اللي كان بيقول الكلام ده، لكن احنا جايبين نماذج من نجوم الاسماعيلي عشان توضح لمحمد شيحة وعشان الناس ما تعتقدش في التكرار. احنا عندنا اراء كتير، ولكن في حاجه برضو قيلت في الوقت ده وهي ازمه كابتن رضا وانتقاله من الاسماعيلي للنادي الاهلي. تعالوا نشوف كابتن سيد بازوكا وهو بيقول شهاده للتاريخ في حاجتين، فكره عدم استضافه النادي الاهلي وكابتن رضا. نطلع ونشوف الفيديو. لكن الاهلي ما رفضش، لا ما رفضش استضافه الاسماعيلي باي شكل من الاشكال، ولا رفض في اي حاجه. هما مين سبب المقوله التاريخيه بان الزمالك ابن عمنا علشان لا الزمالك الاهلي استضافنا؟ يعني انت عارف الزمالك استضافنا، هما بيقولوا بس ابن عمنا انه الزمالك ما خدش مننا لعيبه، انما نادي الاهلي خد لعيبه. الاهلي خد لعيبه كانت بدايتها خد لعيب واحد بس هاني. الناس لازم تعرف التاريخ. ما خد واحد بس لعيب فيس تو فيس كده كابتن رضا؟ لا خد رضا رجع خلاص. رضا يعني ما كان وقتها في مشكله كبيره، انا عايز تفكر الناس بيسالك عليها. سليم لا رضا زعل من النادي وجا هنا وجمع نادي الاهلي ومضمع. زعل من النادي ليه؟ يعني ما اعرفش كان في مشكله يعني فكرني بيها. انا عايز اعرف. اقسم بالله لو فاكر اقول لك جت كان مشكله، كان زعلان من النادي يعني كان تقريبا عاوز يبقى ظابط والنادي ما ساعدوش، يعني انا مش فاهم بالظبط عشان يعني يبقى كلامي دغري وصادق. فالمهم جاء مضى في نادي الاهلي رجعه كاب صالح، جاء رجعوه. لا رجعوه لما الجمهور زعل. لا الجمهور زعل طبعا. هو ما نعرفش يعني لازم الناس تعرف انه لعيب واحد في نادي الاسماعيلي اللي نادي الاسماعيلي اشتراه، نادي الاهلي اشتراه من الاسماعيلي. اللي هو مين؟ اللي هو شيف عبد الفضيل. وبستة مليون، يعني مبلغ ما فيش باك بتدفع غير كده. كانت مفارقه غريبه جدا في اللي قاله كابتن سيد بازوكا. كابتن صالح سليم في موقف رضا، كابتن حسن حمدي في موقف شريف عبد الفضيل، كابتن محمود الخطيب مؤخرا فيما يخص دعم النادي الاسماعيلي باي حاجه هو محتاجها او نقدر عليها. ده اللي لازم البعض يتعلمه، وكفى فتن بين الجمهور. بالظبط كده يا فارس، اعتقد الرساله كانت واضحه. نروح لرساله اخرى ونظريه اخرى، وهي نظريه المؤامره اللي البعض ساعات بيزعل جدا لما بتتقال له. الحقيقه نظريه المؤامره بتبقى خاضعه لشيء غير طبيعي او شيء غير ملموس بيعيقك عن تحقيق النجاح. البعض بيفشل في تحقيق اي نجاحات فيبدا يوجه الاتهامات والاشياء الغريبه والمريبه لنجاحات النادي الاهلي، ودايما يقول او يزعل من لما نقول له هي دي نظريه مؤامره. نشوف الفيديو ده عشان نرجع نعقل. سمت احتمال ما ان ممكن يكون فعلا في حاجه. يعني لما اشوف جون حسن شحاته من حقي كبني ادم عاقل بيفكر افترض ان في 1%، مش هقول الحكم ده فاسد ولا الحكم ده تم الحصول على رشوه، لا الحكم ده مضغوط، او يعني مضغوط خايف من العقاب، خايف ان هو لو عدى الجون ده كده، فاهم قصدي؟ يعني دي اقل حاجه. دي برضو غلط يعني في النهايه لما حد يقول لي ده ما ده مش مؤامره، لا هي مؤامره من الشخص ده في النهايه انه تدخل بشكل المفترض ان قراره بعيد عن خطأ البشري العادي. خليني اقول ان انا ضد اطلاق اي راي على فكره ان انت لما يكون عندك وجهه نظر اقول عليها نظريه مؤامره، لكن
البعض لما يقول اصل دي بطولات جايه بالكوتا فلازم نقول لك لا، دي نظريه مؤامره. لما يكون رئيس نادي الزمالك هو رئيس الاتحاد ووكيل الاتحاد لمده 30 سنه ونفس نسبه البطولات بين الاهلي والزمالك هي هي والتسايل للنادي الاهلي، فاعتقد دي مش مؤامره. لما يكون رئيس اتحاد كره القدم اخو رئيس نادي الزمالك في فتره اخرى ويكون ايضا نسبه النادي الاهلي في تحقيق البطولات هي نفس النسبه الحاليه، فاعتقد ده مش مؤامره. لما يكون كمان في فتره الثمانينات والتسعينات رئيس نادي الزمالك ايضا هو رئيس الاتحاد والنادي الاهلي بيحقق نفس نسبه البطولات، فاعتقد دي مش مؤامره. اما فكره ان انت تقول على حكم ان هو كان مضغوط، فبالتالي اعتقد لازم نقول لك ان دي نظريه المؤامره المبنيه على اما الجهل بالمعلومه او تجاهل المعلومه، وبالتالي لازم نوضح لك المعلومه. وانت هنا هتبقى بعد كده لو رددتها بشكل متعمد يبقى انت تستحق يتقال عليك ان دي نظريه مؤامره، لكن لو خلاص عرفت المعلومه السليمه وتجاهلت بعد كده فكرة ان ده كان مضغوط اعتقد الوضع هيختلف معاك. عندك كتير من حسن الظن، لان البعض راس ماله كله هو في جعبته بعض الحكاوي والسرد عن المؤامرات واللي كسبته بتتصدق فبيرددها، مستحيل يغير منهجه. ولكن على فرض ان احنا نرد على الفرضية الجدلية اللي اتقالت، نفرض ولو بنسبة 1% ان الحكم مضغوط، ما تيجي نفند كمان 1% دي ونثبت ان هي وهم عشان ترضاد الموضوع زي ما انت قلت وتكراره، يبقى ما هو الا محاوله لتسكين الجمهور وترديد اكاذيب. نطلع ونشوف الواحد في المية بتاعه الحكم كان مضغوط فعلا حصلت ولا لا. نطلع ونشوف الفيديو. عايز اقول لك ان الكابتن لغايه 3 سنين فاتوا كان مقتنع مليون في المية ان هو كارلوس سليم. ما شافش الكرة فيديو بعد كده؟ لا 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 لا، ولا هو بيتفرج ولا هو في دماغه انا قراري سليم انا الصح، الموضوع انتهى. من 3 سنين بس؟ من 3 سنين. على فكرة كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز كان زملكاوي. ده باعتراف الكابتن حسن يعني شحاتة واضحة. كان باعترافه ان هو زملكاوي، والأهم بقى اعتراف كابتن حسن شحاتة ان نظرية المؤامرة على لسان رمز البعض هو بيؤمن بيها وهو بيكررها. وهو بنرد له حتى في 1% اللي بيمتلكه منها. شفت بقى ان حتى 1% انت لا تملكه؟ إذن باعتراف الكابتن ياسر عبد الرؤوف بيتكلم عن والده اللي كان حامل الرايه اللي تجاهل احتساب التسلل اللي تجاهل احتساب الهدف للكابتن حسن شحاته، بيقول ان هو ما كانش يعرف وكان مصدق ان هي جول. اتمنى تساله الكابتن ياسر عبد الرؤوف، هو زميل في القناه. عندنا موضوع تاني بيؤكد فكره ان انت دايما بتقول الموضوع عن جهل بالمعلومه. نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا التعقيب عليه مهم جدا. انا عايز اقول لك ان انت وانت بتتري على الزمالكاوي ان هو عنده نظريه مؤامره، الزمالكاوي ما افترضش قبل كده انه او ما شاورش بعلامه الرشوه يعني او قبل كده لمجرد انه على حد وصفك الحكم بحجم الماتش. يعني الزمالكاوي اللي هو بتاع نظريه المؤامره ده اللي انت دايما بتوصمه بامر انت نفسك بتعمله ما وصلش لهذا التطرف في افتراض نظريه المؤامره لمجرد ان حكم حجم الماتش. انت حكم يعني شهرت بيه في سنه على مدار سنين وشاورت عليه بالرشوه بعد فاينل، وفي النهايه ده فعل يصدر من اشخاص بيوصموا اخرين من غير قرار تحكيمي او خطا تحكيمي ميجور. هو اللي هو يعني هو في كوره واحده كانت لمؤمن زكريا اتلعبت واتلغى بس ما دخلتش جون. يعني الحكم صفر قبلها، دي الكوره الوحيده. مع ذلك اصلا هو النظريه دايما بتقول ايه الحكم حجم الماتش. جميل جدا الكلام يكون طالع من الضيف وبيلقى الدعم والقبول من مقدم البرنامج اللي بيحط معيار الحكم هو ان انت يكون عندك اخطاء تحكيميه فادحه زي ركله جزاء او تسلل واضح جدا تم الغائه او هدف تم الغائه، وتجاهله تماما فكره الحكم اللي بيكتف المباراه. قال له الحكم ما فيش حد عندنا بيقول الحكم بيحجم الماتش، ما فيش حد عنده نظريه المؤامره. انا كان نفسي عفيفي يعمل له كات، لان احنا لما نطلع ونشوف راي عفيفي في الحكم اللي بيحجم المباراه هنكتشف ان ببساطه الشخص اللي كان بيحكي ان هو مش موجود عنده قاعد قدامه. نطلع ونشوف الفيديو. محتاجين نسأل نفسنا شوية أسئلة. هل الحكم ظلم الزمالك؟ الإجابة طبعا. أنا ما عنديش مشكلة نلبس جون حتى بضربة جزاء غير صحيحة أو أوفسايد ما هواش أوفسايد أو أي قرار عكسي، لكن أكمل الماتش في أجواء عادلة تديني فرصة عوض. لكن أسوأ أنواع الظلم أني كحكم أسدها في وشك، مش هتكسب
ولا حتى هتتعادل. كل كورة هتتضرب مش هحسب لك، وكل كورة هتستخلصها من الخصم هحسبها عليك. هخلي الكورة دايما في اتجاه مرماك، وهديك انذارات تكتفك، وهعامل لعبتك بشكل قذر، ومش هكمل لك حتى الوقت الضايع. حد يحط مقدم البرنامج اللي مستضيفه في موقف زي ده؟ منفعش مقدم البرنامج نفسه يحط نفسه في موقف زي ده. السؤال اللي دايما بيطرحه انت مين في دول؟ لكن انت بتتكلم عن حكم حجم المباراة، وانت شايف دلوقتي ان الحكم اللي حجم المباراة ده اصعب بكتير بالنسبة لك من حكم يحسب ركلة جزاء ونخلص، وبتتكلم عن اشارة الرشوة. طب انت فاكر اشارة الرشوة اللي هنعرضها دلوقتي دي او اشارة المادة في مباراة تم احتساب ركلتين جزاء، واحدة منهم تقريبا من خارج المنطقة لنادي الزمالك، بس الكابتن عبد الحليم علي لان النتيجة كانت رباعية فطبعا كان عنده مشكلة. دي بقى ضرب الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي في المباراة اللي الكابتن عبد الحليم علي بيشاور فيها قبل الإشارة كمان. طبعا دي قبل الإشارة، احنا كله جايبين قبل الإشارة، احنا بنستف ورقنا سيدي الفاضل، احنا ما بنقولش حاجات تتمسك علينا او نليام جايبينها لك انت بعد كده تبقى مشكلة. ليه بقى؟ لان احنا دايما عندنا المعلومة دي برضو قبل الإشارة واحتسبت ركلة جزاء. دي لمسة يد من خارج ال 18 اساسا، وكرة من خارج ال 18 احتسبت ركلة جزاء على النادي الاهلي، ومع ذلك الكابتن عبد الحليم علي كان شايف حكم المباراة دي هو حكم بيشاور بعلامة الفلوس. ما ليه حاجة غير معنى واحد طبعا. يعني خلاص فاهمني؟ فالموضوع بنتكلم في نقطة مهمة جدا، احنا بنجيب هنا اللقطات واضحة بشكل كبير جدا ان هي ولقطات فيها اخطاء تحكيميه لصالح نادي الزمالك، وركلتين جزاء لصالح نادي الزمالك، والكابتن عبد الحليم علي ما كانش عاجبه النتيجه، فمش لاقي اي مبرر غير انه يعمل اشاره، وزعلانين ان احنا بنتكلم عن حكم حجم المباراه في مباراه نهائي افريقيا. الاشاره داخل الملعب كانت واضحه، والموقف كان واضح، وتبقى المؤامرات اللي في كل مره هيكون الرد عليها واضح والرد عليها صريح، وما عندناش مشكلة البعض يقول مؤامرات، لأن احنا جاهزين ان احنا نرد عليها ونثبت ان هي في خيالك انت فقط. نشوفكم الحلقة الجاية.